هلا الكاميرا بالنسبه لي كل شيء، من اول ما بلشت التصوير لهلا كان حلمي يكون عندي كاميرا. اسمي احمد نهار، من سوريا، من الجولان، عمري 20 سنه، حاليا عم مشروع مصور فوتوغرافي. طلعت من سوريا بال 2015، قدمت البكالوريا هون. بعد ما خلصت البكالوريا قدمت على الجامعة ما انقبلت، لأنه فكرت أنه بلش شغل، يعني بينما بيفتح التسجيل مرة تانية على الجامعة أنه بهالفترة اشتغل أعمل شيء. فوقت أنه بلشت بالتصوير بالدورات واشتغلت بشركة إنتاج وبلشت مسيرتي يعني بهالموضوع. تصوير المجسمات ببلش بالتفكير وصناعة الفكرة، يعني بعدين تبلش الرسم مخطط، يعني كيف الصورة بديها تطلع، بجرب مرة وتنتين وثلاثة من دون أي عدة، يعني فيك تقول برسم بالإيد أو شيء. طبعا ما بعرف أرسم، بس أنه برسم على شيء أنا فهمانه براسي، يعني بشوف الصورة اللي قدامي أنا فهمان شو هي. بعدين بلش مرحلة أنه شو بدي، لشو بدي الشغلات المحتاجة لحتى بلش بالتجهيز. هلا بتصوير الأشخاص أنا ما بلاقي فيها حالي هون بهالمكان إنه أنا أصير مصور أشخاص، أو يعني صير مستقبلي مصور أشخاص. أنا ما بدي هيك، أنا بشتغل تصوير أشخاص، بطلع صور حلوة، لكن ما بدي هيك. أنا طموحي وصل لمخرج سينمائي بالأخير، وأنا لهلا بقولها إنه أنا ماني مصور، أنا مشروع مصور فوتوغرافي. يعني لحد الآن أنا بتعلم، ما حدا لسه ما احترفت يعني.